استطاع فريق مسلسل بيني وبينك في جزئه الثالث حصد نتاج 3 سنوات من الإبداع الكوميدي، حيث لامس قضايا اجتماعية محلية وعربية. نتمنى عيشة زينة، احنا ما علينا كلام الناس اللي ما عندهم احساس، والاسعار جميلة كلها عوقت طاير، والتجار وزينهم مسويين عروض خاصة. انا مرة جيت البقاش شريتي علبة جبنة قال لي. اختار مسلسل بيني وبينك رمضان ساحة لمعركة نقد اجتماعي بوسيلة كوميدية ونص يضرب بقسوة على مناطق ممنوعة في الجسد السعودي أولا والعربي ثانيا. الجزء الثالث قصته مرة جميلة وبسيطة وعفوية، في مواضيع اجتماعية مرة جميلة. يشاركنا في الجزء الثالث الفنان عبد الله عسيري، يشاركنا الفنان عماد اليوسف، يشاركنا مجموعة من الشباب الجدد أصحاب الكاركترات اللي لهم قبول ومحبوبين عند المشاهدين. سعت بعض حلقات الجزء الثالث من بيني وبينك إلى محاكاة عقد النقص في المجتمع العربي، ويفترض المسلسل أن هذا المجتمع انهار أمام حسنوات مسلسلات الدراما التركية التي سعت إلى تحييد الجمال العربي. إحنا راح نحاول أنه نستشعر رغبة الناس، أول ما نشعر أنه في ملل بالتأكيد راح نوقف، لأنه إحنا بنقدم شيء نبي يكون هم موافقين عليه. ازدادت حبكة حلقات مسلسل بيني وبينك تعقيدا وثراء مع وفرة الشخصيات المتعددة من المبتزين المتناثرين دوما حول أثرياء عرب وسواح مدعين الثراء كذبا. يا أهلا وسهلا بالسعودية كلها. يا سلام يا أخوان. الله الله أعوذ بالله. دي خلطة قرقاوي ما فيش في تركيا كلها من هذا. تسمح الكوميديا بما لا تسمح به الأشكال الأخرى في خرق دروع رقابة المجتمع والحكومات. قل لها ترى في السعودية أنا شبيه مهند، أنا ومهند ها يغلطون فيني، يقول مهند ولا مناعي مهند. سبحان الله. رفع المسلسل ستارة فصله الثالث بتحدي واضح للكوميديا المتناثرة هنا وهناك، وطموح بامتلاك صك أبدي لقلوب المشاهدين لما يحمله من تناغم كبير بين الضحك والألم. ماما أبغى أبشرها. سعود الخلف، العربية، الطائف.